ألف مبروك على التاريخ اللي قدمه المنتخب المغربي، وصف لي الفرحة اللي أنت فيها. والله ممكن الشعور لا يوصف. لحد الآن احنا كلاعبين كنظن بأننا ما مصدقينش هذا الشيء اللي درنا، إنجاز تاريخ اللي افتخروا به كل العرب، كل المسلمين، كل الأفارقة. احنا كان كيوصلنا كل شيء على الدعم الكبير اللي تلقينا من كل العرب ولا الأفارقة ولا كيف قلت لك. هنيئا للشعب المغربي أولا، هنيئا لكل العرب، هنيئا لصاحب جلالة الملك محمد السادس، هذا الإنجاز كان هديه ليه. اليوم الحمد لله ممكن أننا الآن غادي ما نحسوش بهذا الشيء اللي وصلنا ليه، ولكن ممكن أسبوعين ملي ندخلوا المغرب مع عائلاتنا مع الناس اللي كيبغيونا غادي نحسوا بهذا الشيء اللي كنديروا. نتمنى إن شاء الله أننا نحقوا أكثر من هذا الشيء اللي وصلنا ليه دابا. الآن الهدف ديالنا إن شاء الله هو التركيز على مقابلة النصف النهائي، ولما اللي دار الله هي اللي غادي تكون إن شاء الله. شعور لا يوصف. أفرحتم ملايين العرب والمسلمين، أفرحت أفريقيا. هل لديك مسج تحب تعطيه للجمهور الحاضر والغائب؟ والله المسج اللي قدر نقول شكرا بزاف لكاع الشعوب العربية. كان كيف قلت لك كان كيوصلنا كل تشجيع، الحمد لله هذا ما دارش علينا واحد الضغط إلا عطانا واحد الطاقة الإيجابية. الحمد لله كأس العالم استثنائي في دولة عربية، قطر دائما كانت السند الأول لنا، لأننا كنا عارفين أن الفرصة الأخيرة لكل عرب هو في المنتخب المغربي. الحمد لله قدرنا نكون قد الثقة اللي عطونا جميع الشعوب، واليوم الحمد لله احنا صرفناهم. نتمنى إن شاء الله على أننا نكون أول منتخب عربي في النهائي إن شاء الله. إن شاء الله توقعاتكم لتوصل النهائي؟ لا، الآن احنا كنشتغلوا منذ بداية البطولة كنشتغلوا مقابلة بمقابلة. الحمد لله هذا الشيء اللي جنينا الثمار ديالو. الآن عندنا يوم ولا يومين راحة، ارتاحوا مع بعضياتنا، فرحوا بيناتنا مع عائلاتنا، وإن شاء الله أول تمرين غادي يكون إن شاء الله تركيز كبير. كيف قلت لك الهدف ديالنا الآن هو الوصول النهائي والتتويج إن شاء الله لما لا. شكرا.